كمان من الهيئة الوطنية للانتخابات بيتكلم عن مجموعة من اللجان على مستوى الجمهورية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية في السباق الرئاسي. الهيئة حددت برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، حددت 28 لجنة على مستوى الجمهورية لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2024 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، واللي بلغ عددها 28 لجنة بيترأسها قاضي وعدد كافي من الأعضاء. مهام اللجان دي تتضمن رصد الوقائع اللي تقع بالمخالفة للضوابط اللي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية اللي تقع بنطاق كل محافظة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل. القرار يتضمن أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصد لما تكتشفه من مخالفات، وبعدين يتم عرضها على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وطبعا فيها الحصر وفي الوقائع والتفاصيل كلها. معنا المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر. سيادة المستشار أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهمية الإعلان اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات عن الضوابط وتشكيل اللجان ومسألة رصد المخالفات للدعاية الانتخابية؟ أولا هو الهيئة الوطنية للانتخابات هي الهيئة المنوط بها طبقا للدستور المادة 208 من الدستور، يعني الإشراف وإدارة العمليات الانتخابية من تاريخ فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة. وطبعا احنا عارفين كلنا أن الهيئة دي هيئة مستقلة لا يتدخل أحد في شؤونها، ولها مجلس إدارة أيضا مشكل كلهم من رجال قضاء. ليه القرار ده صدر النهار طبقا للجدول اللي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات؟ هي إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين هتكون يوم 9 نوفمبر 2023 9/11، وفي هذا التاريخ ستبدأ الحملة الانتخابية أو الحملات الانتخابية، لأن الحملة الانتخابية تبقى لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بتقول تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين. يعني إيه الدعاية الانتخابية؟ الغاية منها إيه؟ الهدف منها إيه؟ يقوم المرشح ومؤيدوه بيستهدفوا بإقناع الناخبين باختيار. طيب إزاي تبقى يعني تعمل الدعاية الانتخابية؟ طرق الدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، أيضا وضع ملصقات ولافتات، استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة اللي جزء القانون أو قرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات. حضرتك بتسألي عن إيه المحظور في الدعاية الانتخابية اللي هتبدأ من يوم إن شاء الله 9/11 وتنتهي فترة الصمت فتبقى برضو للجدول اللي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في الخارج، هتبقى تنتهي في 29/11 قبل الانتخابات بيومين، وهتنتهي برضو الدعاية الانتخابية وتبتدي فترة الصمت قبل الانتخابات في الداخل، في يعني هو الانتخابات في الداخل في هتبقى 10 و11 و12، يبقى تنتهي تبتدي فترة الصمت في 8/12/2023. ايه بقى المحظور في الدعاية الانتخابية؟ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو شعارات تدعو للتمييز بين المواطنين، أيضا محظور استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف، أيضا محظور تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ممنوع ومحظور أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية أي شكل من الأشكال. أيضا محظور استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة
والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة أيضا، ومقر الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. محظور ذلك، محظور أيضا إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. أيضا محظور الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. وكل دي نقاط طبعا هتبقى بيتم رصدها من قبل اللجان اللي تم الإعلان النهاردة عن تشكيلها 28 لجنة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات المهمة المستشار عبد الستار إمام.